هذه المخازن كانت سابقا تستورد منها الفلاليح، تاخذ منها تزرع منها البطاطا. فعندما اجوا انقل الدواعش قبل ما كانوا متسترين، ما حد يعرفوا، ما مكشوفين، وفجروها وراحت. اما الان الفلاح، هو الفلاح يعني بصراحه يريد المخازن ترجع مثل ما على ولي، ويخزنون بها البطاطا حتى يستفاد منها الفلاح. لا لا، مهمه جدا، مهمه جدا للمدينه، هم للمدينه ولا الفلاليح تاخذ من عندها. والله اني اطالب باعادتها واعمارها من السيد المحافظ وباسرع وقت امكن اذا يقدرون، لان احنا ما عندنا شيء، قاعد نستورد من الخارج. ليش لا نستورد من الخارج؟ احنا من عندنا من جريب، وان الفلاح هو يجيبها، الفلاح يبلح اكيد، لان الفلاح هو يفلح ويجي يجيبها على مدينته، ويجوز يبيعها على المحافظات الباقيه، هم تاخذ من عندهم. فاحنا ليش لا نجيبها من الدول الباقيه؟ ها؟ بتبقى عندنا خزين، عندنا يبقى. والله مخازن البطاطا حاليا مقصوفه يعني، مدمره يعني، واحنا بحاجه يعني، بحاجه الها يعني. يستفاد منها الفلاح والمواطن والعامل والموظف، وبحاجه يعني ما اسالها. والله نطالب الحكومه اول مره المحليه وثانيا المركزيه باعاده اعمارها يعني، تفيد المدينه يعني. اكو استيراد، يمشون الاستيراد ما يشجعون المحليه. زين، الحاله شنو حاله الان؟ الحاله لازم يعمروها ويرجعوها على ما كانت عليه. مهمه بالنسبه لي. الشمه مهمه، الشمه مهمه. شلون كانت قبل؟ كانت بداعه، كانت بطاطا، البيض، كل شيء تخزن بها. ما لازم نستورد. كانت الموصل قبل خاصه الرشيديه والقبه والشيخان تنتج بطاطا كف العراق. زين، والزايد كانوا يخزنوها زين ويبيعوها في مواسم اخرى. هسه الان زين فلاح ما ينتج، سبب لان ماكو دعم من الدوله. نعم، ماكو دعم من الدوله، المخازن متروكه. فياخذون من دول الجوار. تعرفوا من دول الجوار؟ يعني اقصى البطاطا هسه حاليا ايرانيه. زين، ياخذون من ايران، قلفون ايران ولا يفعون المنتجات الوطنيه، الفلاح، مزارع الفلاح مالنا العراق يعني فلاح ينتج زين، ما حد يشتري بضاعه ايرانيه اقل. وهي السبب زين انهار، صار مالنا انهار زين، انهار اقتصادنا زين. والله وجه رساله ان يوقفون الاستيراد زين، المنتوج الاجنبي ويدعمون المنتوج المحلي.